بارك الله فيكم شيخ صالح. العلماء في هذه البلاد وفقها الله ووفق القائمين عليها، فتحوا صدورهم بأسئلة الناس وأيضا بيوتهم وأماكن عملهم، كما أن الإذاعة تستقبل رسائلهم واستفساراتهم. أطمع في كلمة حول هذا لو تكرم. هذا من فضل الله على هذه البلاد وفضل الله على المسلمين عموما، وهذه البلاد ولله الحمد منذ قامت فيها دعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجل له المثوبة، فإنها بلاد دعوة وبلاد علم ومدرسة علم منذ عهد الإمام المجدد إلى عهدنا هذا، وعلماؤها يتوارثون القيام عليها ولله الحمد. مع أن في بلاد المسلمين والبلاد الأخرى من العلماء من فيهم الخير ولله الحمد، وهذا من فضل الله على المسلمين. فالخير في هذه الأمة موجود ولا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. هذا من مصداق ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.